تأخر تنفيذ مقتضيات قانون المالية 2013 المتعلق بإعفاءات الملزمين من أداء غرامات التأخر في أداء الضريبة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضل السيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة الرئيسة، السيد الوزير، السادة والسيدات النواب المحترمين، السيد الوزير حصل هناك تأخر وارتباك بخصوص مقتضيات قانون المالية 2013 والمتعلقة بإعفاء الملزمين من غرامات وإيتاوات التأخر في أداء الضريبة. لذا نسائلكم في فريق العدالة والتنمية عن أسباب هذا التأخر وعن الإجراءات المتخذة لتجاوز هذا الخلل، وشكرا. شكرا. جواب السيد الوزير. شكرا سيدة الرئيسة المحترمة، السيدات والسادة النواب المحترمين، السيد النائب المحترم. فيما يتعلق بهذه المقتضيات، تعلمون أن قانون المالية 2013 بمقتضاه المشرع ألغى الغرامات والزيادات وفوائد التأخير ويعني والصوائر ديال التحصيل عن الضرائب الوطنية، عن الحقوق الجمركية، وعن الضرائب المحلية. الإشكاليات اللي وقعت في التطبيق هو أن هذه متراكمة لسنين، وتحكمها مجموعة من النصوص متراكمة بالأساس في الضريبة ديال فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ديال الجماعات المحلية والجهات والأقاليم. تمت الإحالة على النصوص الجديدة، وبالتالي تم إغفال الضريبة على النظافة بكل صراحة. الآن المعالجة ديالها بشقين، كاينة معالجة إدارية الآن، وهو بموجب القانون وزير المالية من حقه أن يعفي من هذه الغرامات بناء على الطلب ديال المعني، وبالتالي نحن نعالج هذا الأمر إداريا. كلما طلب مواطن، وهذه دعوة، كل ما طلب مواطن الاستفادة من هذه الغرامات ومن الإلغاء ديال الغرامات، نقوم بذلك تلقائيا من الناحية الإدارية. وكاين معالجة تشريعية، وهي تعديل هذا القانون، لأنه قانون منفصل عن قانون المالية. إذا هذا الجانب إداري. بطبيعة الحال قمنا كذلك من أجل تفعيل ديال هذا الإجراء اللي هو مهم، ومهم جدا، وهذا نداء لعموم المواطنين للاستفادة من الإلغاء ديال الغرامات، لأن الأجل آخر أجل هو النهاية ديال السنة، وتنعرفوا أن الجميع ينتظر آخر الأجل. إلى حدود الساعة قمنا مجموعة من الحملات التواصلية باجتماعات على المستوى الجهوي مع مختلف المصالح من أجل التشجيع على التطبيق ديال هذا المقتضى. قمنا بإرسال رسائل فردية للملزمين المعنيين، تنقول لهم ها شحال تتسلكم الإدارة ديال الضرائب، وإذا قمتوا بالأداء التلقائي ها شنو غادي تربحوا، وها شنو اللي غادي يبقى عليكم تأديوه. قمنا كذلك برسائل نصيه قصيره ديال عبر الاس ام اس، وقمنا بمجموعه من الان الى حدود الان الحصيله ديال هذه الحمله تقريبا مليار ديال الدرهم، 946 مليون درهم بالضبط. فيها ستستفيد الجماعات واحد الحجم ديال 492 مليون ديال الدرهم اللي غتمشي للجماعات، والباقي غادي يمشي للدوله. وننتظر في هذا الفصل الثاني، في هذا النصف الثاني من السنه ديال 2013، باش تكون الحصيله اكبر، لاننا تنعرفوا ان الجميع ينتظر اخر السنه. ولكن هذه دعوه ان يذهب الجميع من الان للاستفاده من هذا الاجراء، وشكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيد النائب، تفضل. شكرا السيد الرئيسه، السيد الوزير. في الحقيقه استمعت بامعان السيد الوزير، وسمعت الجواب ديالو في الغرفة الثانية حول نفس القضية، إشكالية ديال المادة 10 من قانون المالية 2013، وكنت كنتمنى السيد الوزير تعطيونا التوقع ديال الحكومة من هذا الإجراء. والحال هو أنه كاين فارق شاسع وبون كبير ما بين التوقع وما تم إنجازه، والسبب السيد الوزير ليست هي الإجراءات الإدارية والقانونية اللي اتخذتموها، ولكن حسب الاعتقاد ديالنا وحسب الشهادات المتواترة اللي استقيناها من المرتفقين المواطنين اللي كيمشيو، بناء على النداء اللي وجهته الحكومة باش الناس تمشي تخلص الأصل ديال الضريبة، لأنه كاين إعفاء. هذا الشيء راه ما كاينش السيد الوزير في الإدارة، ما كاينش، لأنه كاين إصرار من طرف جهة، من طرف موظفين، من طرف إدارة ديال الخزينة العامة، على أن تفرض فهما خاصا لها في الموضوع، بين يدي التقرير الذي أنجزته المديرية العامة للضرائب، والذي يتحدث بشكل واضح عن الوصول
إلى الباب المسدود في الحوار مع الخزينة العامة، لأنهم شبتين بواحد الفهم حرفي للقانون، والناس اللي كتمشي تخلص راه عندها عراقيل وحواجز وصعوبات كبيرة في استفادة من هذا الإعفاء. وبالتالي السيد الوزير نحن نتساءل الآن وبكل وضوح، لماذا نسكت عن ما يقع؟ لماذا نسكت أمام موظفين باغين يفرضوا الفهم ديالهم الخاص؟ وأنا أقول بأنه ما كاينش إرادة ديال أن المواطنين يستفدوا من هذا الإعفاء، وأن هذا الإجراء غادي يبان في نهاية المطاف بأنه فارغ من المحتوى وما عنده حتى شي جدوى. وأنا نعطيك مجموعة ديال الأمثلة ديال الصعوبات اللي كاينة عند الناس. الناس كتمشي للخزينة العامة كيقولوا لها سير عند بن كيران يعفيك، حنا ما عندناش هذا الشيء في الإدارة. إذن هذا الإدارة واش تابعة للسيد رئيس الحكومة ولا لا؟ السيد الخازن العام للمملكة واش موظف في هذه المملكة ولا لا؟ خصنا نفهموا إذا كان هو عنده فهم خاص للموضوع، من غير هاد الناس هادو اللي اجتهدوا كاملين كيقولوا بأن الروح ديال النص جات بالإعفاء من الصوائر ومن الزيادات ومن الصوائر ديال التحصيل كلها، وكاين تشبث بفهم يقول بأن الدعائر غادي تبقى، والدعائر هي 10% وكتجبر هذيك المتأخرات كلها، أهم ما فيها هي ديك الدعائر ديال 10%، بما يفوت الفرصة وكتبان بأن الحكومة كتشرق والإدارة كتغرب. لماذا هذا الإصرار؟ المحترم شكرا سيد نائب، انتهى الوقت. أرد على التعقيب في بعض ثواني سيد. في بعض ثواني، أولا هذا مقتضى قانوني يخضع له الجميع من رئيس الحكومة إلى موظف، كل يخضع لهذا الإجراء، ولن نسمح بأن يتفلت أحد من الإجراء القانوني، وهذا الشيء ما كاينش. أنا نقول لك بكل صراحة كاين إشكال في الضعيرة من الناحية القانونية، كاين فيها إشكال، تعطات التعليمات من أجل التيسير الإداري لهذا الأمر هذا. شكرا سيد الوزير.